البحرية الأمريكية تعترف بفقدان أحد جنودها في البحر الأحمر. وإلى التفاصيل، اعترفت البحرية الأمريكية بفقدان أحد جنودها في البحر الأحمر وسط استمرار التوتر جراء الهجمات اليمنية. وأعلنت البحرية الأمريكية بشكل متأخر عن حادث قالت إنه وقع يوم الأربعاء الماضي وأدى إلى فقدان جندي من جنودها في البحر من السفينة USS ماسون. ورغم البيانات الأمريكية المستمرة عن تعرضها لهجمات يمنية، غير أنها قالت إن البحار ميكانيكي من الدرجة الثانية أوريولا مايكل الذي فقد كانت نتيجة حادث غير قتالي، لكنها أضافت أن الحادث قيد التحقيق حاليا. وكانت القوات الأمريكية قد شنت مساء الجمعة غارات هي الأعنف على العاصمة اليمنية صنعاء، في حين تحدث نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء العميد عبد الله بن عامر أن الغارات على صنعاء كانت على صلة بتطورات في البحر الأحمر، في إشارة من المسؤول العسكري إلى هجمات شنتها قواتهم. أشكركم على حسن متابعة الإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.